أعتقد أنه ليس الأول ولا الأخير اللي خيط دول على هذا الملف. أعتقد أن كثير من المسؤولين الآخرين جاءوا وتعينوا من قبل الأمم المتحدة وكانوا ممثلين ديال الأمين العام وصاهرين على هذا الملف، ولكن تهرسات المجهودات ديالهم أمام تعنت بالخصوص ديال الجزائر وعدم رغبة الحكام ديال الجزائر في أن هذا الملف يتم الطي ديالو، لأن كان هناك انحباس، وهذه الأمور مرتبطة بالوضع الداخلي الجزائري، كان هناك انحباس على مستوى الوضع الداخلي الجزائري، فبالتالي في المواقف الدولية وخاصة منها المرتبطة بالصحراء، مواقف قارية الإقليمية، كان هناك كذلك ولو طارت معزة، بمعنى أنه لن يتغير الموقف ديال الجزائر ولن يتزحزح هذا القطاع ديال التسوية، وخص كل ما هو كل ما يساهم في التسوية، خاصة إذا مشات في الاتجاه ديال الحل اللي اقترحه المغرب ديال الحكم الذاتي وغير ذلك، أنه يتم إفشاله أو السعي إلى إفشاله. فبعض المسؤولين مثل يعني كيعياو واحد الوقت كيوصلوا للباب المسدود كيردوا السويرتات ويقولوا امشوا بحالنا. لذلك خاص المغربي يواصل المساعي ديالو ويبقى قوي، يبقى قوي اساسا بمواقفه اللي كتعتمد على مبادره مقدامه ديال صاحب الجلاله ديال الحكم الذاتي اللي كانت يعني غيرت الموازين، وهذه من المكتسبات كبيرة اللي تحققت مع صاحب الجلالة محمد السادس. يبقى قوي على هذا المستوى، يبقى حاضر في الساحة الدولية، لكن احنا في حزب التقدم الاشتراكي نقول بأنه المسألة ديال الصحراء كتربح بعد بداية الداخل. المغرب خصو يكون قوي بديمقراطيته، يقوي بإصلاحاته الاقتصادية، يقوي يكون قوي بعدالته الاجتماعية، يكون قوي بعدالته المجالية، يكون قوي بانخراط مختلف المواطنات والمواطنين في مسلسل التغيير في البلاد، يكون قوي بالثقة ديال المواطنين في المؤسسات، بالثقة في البلاد بأنهم تكون عندهم صورة إيجابية ديال بلادهم، وبأنهم ما يسقطوش في نظرة عدمية، نظرة ديال سوداوية، لكن هذا الشيء كيدار بالإصلاح، كيدار بتقوية الديمقراطية، كيدار بالاعتماد على فضاء سياسي، أعود إلى ذلك اللي كيحظى بمصداقية. الأمر يتطلب في نهاية المطاف نفس، كما قلنا في مؤتمرنا الأخير، نفس ديمقراطي جديد، بمعنى أننا نعطيه إلى جينا نشبهه اللي عرفناه في بداية العهد ديال صاحب الجلالة محمد السادس، ديك الجو العام اللي كان الجميع يقول بالإصلاح ويصفق للإصلاح في جميع المجالات، وحتى الناس اللي كانوا كيشكوا يعني صبحوا منخرطين في ذلك، نفس هذاك الجو هو الذي نحتاج إليه اليوم، وتأكدوا بأننا بهذا الجو بهذا التوجه سنكسب كل المعارك اللي نخوضها، سواء معركة الصحراء أو استكمال الصحراء باسترجاع السبتة والمليلية والجزر، أو المسألة الديمقراطية والمسألة التنموية والمسألة الاجتماعية والمسألة الثقافية، كلها أمور يمكننا أننا نتغلب عليها إذا كان هذا الروح هي اللي سائدة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.